هذا السائل يقول: ما حكم الذين يمنعون البنات من الميراث بحجة أن الأولاد هم الذين تعبوا على جمع المال؟ هذا إن كان هذا يرى أن المرأة ما لها حق في الميراث، هذا كفر بالله عز وجل، لأنه مكذب لله عز وجل. للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. فاللي يقول أن المرأة ما تستحق الميراث هذا كافر، أنه مكذب لله. أما إذا كان يعترف أن لها حظا من الميراث ولكن منعه منها بحجة أن الرجل أحوج منها للمال، فهذا ظلم، هذا يعتبر من الظلم وأكل المال بالباطل، لأنه أكل حقها بغير حق، وهو من أكل المال بالباطل وهو ظلم. نعم.